اللواء، أنا فاضل لي 5 دقايق وعندي أسئلة كتيرة جدا، ففي يعني إجابات سريعة موجزة. رئيس الكونغرس الأمريكي كان أيضا في زيارة لمصر، تابعتم هذه الزيارة، كيف تعلق عليها أو على نتائجها؟ أولا أنا سعيد جدا بالزيارة دي، لأني وزيارات يعني كم زيارات اللي جات لمصر وزارة مجلس النواب المصري في خلال 3 أشهر السابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان المصري من 20 سنة. ده حقيقي فعلا. ده دليل على ايه؟ دليل ان انت النهاردة مطلوب وجاذب، وانت قوة اقليمية جاذبة في المنطقة بصرف النظر عن هو برلمان جاذب فعلا، سبحان الله، وهيبقى كده ان شاء الله، واشوف اداؤه ان شاء الله في الفترة اللي جاية. لكن زيارة الرئيس الكونجرس بصفة خاصة، انا من وجهة نظري ان هو جاي يقول رسالة، وبرضه بيتلقى من عندنا رسالة، فرسالته وصلت ورسالتنا وصلت. رسالته ان هو بيقول انا قدام وضع جديد، وانا كنت قبل كده متفاهم الموقف يعني بشكل فيه نوع من يعني عدم التباين السلبية نحن وانا كنت برشح موقف كان فيه انتخابات حرة حصلت، واحنا ده كان موقفنا، ولكن الموقف دلوقتي اتغير، وانا جاي بفتح معاكم صفحة جديدة، جاي على رأس وفد عالي جدا جدا. ويكفي ان هو بيقول ان دي اول زيارة رسمية ليا بعد ما انا توليت هذا المنصب، انا باجي مصر. كانت زيارة ناجحة جدا. طبعا الوفد المصري والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يعني افرطوا في الكلام على السياسة الأمريكية الفترة السابقة كانت عاملة ازاي، واحنا نأمل انها تتحسن، واحنا عندنا امل في ان الثقة ما بين الشعب المصري والإدارة الأمريكية تعود مرة أخرى. فده كان مجمل الحديث، وأنا سعدت بهذه الزيارة لأني واضح أن هم في في عندهم رؤية. الاتفاقات مختلفة اللي تم توقيعها هتناقشوها في البرلمان مع الجانب السعودي؟ ده بالتأكيد أعتقد أنها يعني بيتم مناقشتها. هل في أي نوع من أنواع الملاحظات ممكن تخرج من البرلمان ولا لا هنناقشها طبعا؟ يعني غالبا أنا بتخيل أنها هتبقى ضوء أخضر. إيه اللي هتقدمه اللجنة الإفريقية حال كونك أصبحت رئيسا لها، وخبرة حضرتك كلها في العمل المخابراتي السابق كان متعلق بالشأن الإفريقي؟ أنا عندي رؤية خاصة بأن أنا لازم أقترب من إفريقيا أكتر شوية. أنا مش عايز يعني أقول إن قبل كده الوضع ما كانش، لكن أنا عايز أزيد من هذا التقارب، وأنا عايز الفترة اللي جاية إن أنا أعمل شبكة منظومة أفريقية عن بعد وليس عن قرب، عشان ما يتقالش إن أنت جاي عامل فوكس على دول حوض النيل، لا ده أنا هروح لبعيد قوي. إذا أنا معجب جدا بالوفد التوجو اللي موجود لأنه بعيد، وأقدم له خدمات. أنا سعيد النهارده سيادة الرئيس مشكورا مستشفى وزراعة وأراضي زراعية وناس هيروح يستثمروا، هذا الكلام ده اللي أنا عايزه، لأن أنا لما هروح لبعيد دول أفريقية مش متوقعة مني أو مش عايزة مني حاجة أو أي مساعدات، لا أنا هروح لهم هكسبهم، تمام، هيبقى عندي ذخيرة من الدول الأفريقية تقف جنبي في مشكلتي اللي أنا مش عايز أقولها. على مشكلتي ليه نقولها؟ خايف من موضوع أثيوبيا يعني حاطط بتدق ناقوس الخطر، ولا شايف إن الموضوع ماشي بشكل إيجابي؟ أنا لا يعني لا أشك في ذلك، بالعكس إحنا مش ممكن هنقبل بوضع يضر المصلحة والأمن القومي المصري ويضر بمصلحة المواطن المصري، وعندنا بدائل وعندنا وسائل أخرى لتجنب هذه المشكلة. بدائل ووسائل أخرى لتجنب هذه المشكلة. ممكن تقولي بديل واحد طيب؟ مشاريع ري، في حاجات كتيرة معلنة وفي حاجات غير معلنة. تمام.